بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هصحبكم في قصة أزكى غبي نوفل أو صفا الجميل. صفا الجميل ممثل مصري اتولد في القاهرة في 7 فبراير عام 1907، وفي مصادر بتقول انه اتولد سنة 1920. اسمه الحقيقي صفاء الدين حسين زكي الفيضي، ولكنه عرف باسم صفا الجميل أو صفا محمد أو صفصف كما كان يطلق عليه زملائه بين الكواليس. وعند جمهور المشاهدين اشتهر باسم نوفل. بدأ مشواره الفني في منتصف الثلاثينات، واستطاع بوداعته وطيبة قلبه انه يستحوذ على حب زملائه وحب الجماهير، واصبح اهم واشهر كومبارس في السينما المصرية. وما تنساش له الجماهير مشاهده الصامتة، فمجرد اطلالته على الشاشة بتبعث على الابتسام. صفا كان بيعاني من تقل في لسانه اثر على نطقه، ولكن كلامه كان مفهوم، وقد ظنته الجماهير معاق ذهنيا، لكنه كان ذكي بعكس ادواره الدالة على غير ذلك. اكتشفه الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم، اسناد له دور صغير في فيلم دموع الحب سنة 1935 مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. كما رحب الفنان نجيب الريحاني واشركه في افلامه وفرقته المسرحيه، وكانت المطربه اسمهان بتحبه حب شديد. وقام بدور نوفل ابن المعلم سماح الاهواجي اللي كان بيقوم به عبد الفتاح الاسري. ومن افلامه سلامه في خير سنه 1937، وشيء من لا شيء سنه 1938، وجوهره 1943، واسير العيون 1949، وظلمون الناس 1950، وخضر والسندباد الإبلي سنة 1951، والدنيا لما تضحك سنة 1953، ومتحف الشمع 1956، ومطلوب أرملة 1965. وصفا كان شديد الذكاء ومش غبي كما كان يظهر في الأفلام. صفا أحب ليلى مراد، وكان خايف يبلغها عن مشاعره لأنه عارف إن شكله مش جميل. فلما علمت النجمة الرقيقة أرسلت له خطاب وقالت له: أنا بحبك زي أخويا، لأن أنا متجوزة من أنور وجدي، وإنت غير قبيح، إنت صفا الجميل. ومن يومها الناس اطلقوا عليه اسم صفا الجميل. بعد كده شاف اسمهان وقع في حبها، وهي كانت بتتفائل بيه وكانت بتخليه يحضر تصوير افلامها، ولما تسافر تبعت له جوابات. ولما توفت في حادث السياره سنه 1944 حزن عليها حزن كبير جدا، لانه كان معتقد انها بتحبه كما كان يحبها. فضل صفا على هذا الحال، كل ما فنانه تعطف عليه او تهتم بيه يعتقد انها بتحبه، حتى توفاه الله سنه 1966 عن عمر يناهز 59 سنه، الله يرحمه. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد زكي.